قرار اتقال ايضا انه في احكام جنائيه صدرت ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى في قضايا شيكات بدون رصيد وحاجات زي كده، الكلام ده صحيح ولا لا اساس له من الصحه؟ لا، هو اولا لما قدمنا الاوراق احنا قدمنا صحيفه الحاله الجنائيه اللي بتقول ان مفيش احكام قضائيه خالص، لكن في حكم غيابي كان صدر وهذا الحكم تم المعارضه فيه، تمام، وصدر حكم بانقضاء الدعوه الجنائيه بالتلقين. سيادتك، اي حكم غيابي بمجرد الطعن عليه بالمعارضه بيزول اثر هذا الحكم وبيعتبر كان لم يكن. الحكم ده صادر في منازعه تجاريه كانت بيننا وبين احدى الشركات، واحنا كنا رافعين عليهم قضايا وهم بالتبادل كانوا رافعين علينا شيء. فالكلام اللي بيتقال ان في احكام والحاجه دي كانت تتقدم للهيئه الوطنيه للانتخابات. ايوه بس استاذ سمير، اه رفعت معارضه لكن لسه القضيه موجوده ولسه ما اتفصلش فيها حكم نهائي. لا لا لا، طبعا القضيه دي خلصت من 2002، مفيش حكم نهائي. خلصت ودي؟ خلصت بالتصالح في 2002. اه تمام. معارضه تمت في 2002، صادر حكم بانقضاء الدعوه الجنائيه بالتصالح. الحكم الغيابي بمجرد المعارضه فيه بيزول الحكم كان لم يكن. يعني صحيفه الحاله الجنائيه اللي حضراتكم قدمتوها مفيش فيها اي احكام. خالص، قانون الهيئة الوطنية. تمام سيادتك، قانون الهيئة. ومن ناحية تانية في معادلة للشهادة اللي حصل عليها السيد موسى مصطفى صوب من يعني من جهة رسمية في مصر. انا اوضح كمان نقطة بسيطة، ان قانون الهيئة الوطنية بيسمح بالتظاهر، يعني بالاعتراض، يعني لو في حد ليه صفة هيوصل الهيئة الوطنية وهيقدم الاحكام اللي بيقول ان هي موجودة ونهائية، وهيقدم ما يفيد ان ما فيش معادلة. انا بس عاوز كمان اضيف حاجة، ان الهيئة الوطنية للانتخابات لما بتاخد الاوراق وبترجعها بترجع لكل جهة صادر منها مستند عشان يعني تتأكد عشان تتأكد وبتاخد منها رد رسمي عشان ما يكونش المستند ده فيه تلاعب، وبالتالي بعد اطلاعها وبعد الردود اللي بتجي لها من الجهات بتعلن الكشف النهائي. لسه يوم 22 الكشف الاولي ده ما هوش نهائي، لسه يوم 22 الكشوف النهائية تعلن. طب انتوا استاذ سمير، وسؤال اخير، يعني انتوا كده ماشيين في الحملة عادي في خطواتكم على الرغم انه يعني تقرر التأجيل، يعني لسه برضو القول الفصل لسه ما انتهناش يعني او ما وصلناش ليه؟ اولا في قانون والقانون واضح بيتيح لمن له حق الطعن على قرارات الهيئة، هو بيستند للمادة 13 من قانون الهيئة. المادة 13 خاصة بالطعن على اعلان نتائج الانتخابات، ملهاش علاقة بقبول الاوراق. طيب يبقى احنا كده مكملين في المسار القانوني لغايه نهايته. من ناحيه ثانيه انتوا بتشتغلوا عادي. وفي جزئيه كمان يا استاذه لبنى، واي حد النهارده عاوز ياخد شهره او عاوز يعمل اي حاجه بيروح يدفع دعاوى ما لهاش اي اساس من الصحه، وبمجرد انتهاء الدعوه دي وصدور الحكم فيها احنا قدينا يعني عدينا دعوه. على كل احوال الموضوع قدام القضاء، ويعني احنا بنتابع طبعا. وشكرا جزيلا لحضرتك طبعا.